وقع بين نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، يعني كلنا ندين هذه الأفعال، هذا خصوصا أنني سمعت تصريح ديال رئيس الودادية الجزائرية ديالهم، فكيقول بأن جابوا لنا خريطة وهمية. أقول السيد رئيس الودادية الجزائرية، هذه ليست خريطة وهمية وإنما خريطة المملكة المغربية الشريفة ليشرفكم أنتم كجزائريين أنكم أننا تكون دولة من حجم المغرب في الجوار ديالكم. وإلا كانت هكا، إلا كنا هكا كتعاملوا معنا كأننا خريطة وهمية، فمن الأحسن نحبسوا الكرة ما بين الشعبين، ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. فمن العيب والعار أن يعني كرة القدم نسيسوها ونرجعوها، أن عيب وعار. وما عجبني الصريح ديال الرئيس الودادية، مسؤول ورئيس أكبر، يعني رئيس جامعة، ماشي زعما رئيس ديال الفرقة ولا، هذا رئيس جامعة، وكيقول بأن جونا بخريطة وهمية. فأنا كمغربي وكنحب هذا الوطن وكنحب المغرب ودين هذه الأفعال هذه، وكنقول لهم إلا كانت الكرة هكا غادي تسيسوا، بلاش هذه الكرة، بلا ما تلعبوا معنا.